مرحبا بكم مجيد في التاسعة مساء، يلتحق بنا زميلنا حسام. مرحبا يا حسام، مرحبا بك. وينك غايب انت؟ عندك مش اشاعات طلعت هاو تسنسر ولا هاو ما عادش ولا هاو سهلين في صالحة شيء؟ هو جوست كانت الجمعة اللي فاتت، هي هو مش غياب، هو قررنا انه في التاسعة مساء نولي برضا الإدارة المركزية وفريق التحرير. الإدارة المركزية كردك بكل وقت. حلو الإدارة المركزية. خلينا نرحب زاد في شاكر العايد يعني دا تونس. شاكر مساء الخير، مرحبا بكم معنا اليوم. شكرا لك، شكرا للاستضافة. مرحبا بك، عايشك، مرحبا بك. تفضل. كل خميس كانت كل خميس كل خميس كاميرا حسام كل خميس برش عليك اثنين وخميس برش وميقالو ميقالو شو عاد يزيكم تستناو عطينا شعنا سبت هذا في ميقالو معنا الشيخ عبد الفتاح مورو كما لم تراه من قبل ومعنا زادة كيف كيف زازة الحبلة ومعنا زادة كيف كيف الشادي العرفاوي الضخم مش تتفرجوا على حلقة متميزة جدا اليوم هذه حلقة جديدة من كاميرا حسام نبدأ حلقة اليوم بالاتحاد الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كان عنده في ساحة محمد علي احتفائية أو تظاهرة بمناسبة اغتيال الشهيد شكري الشهيد سامحوني فرحات حشاد اللي صار أنه مشينا غطينا المارش هذه المسيرة وكانوا قيادات الاتحاد عندهم علاقة بالمصور اللي هو العبد الله وكانوا يوجهوا لي في خطابات معينة هات نشوفوا كيفاش وجهوا لي كلام هكا تسمع معز في موضوع الاتحاد. زياده في الاتحاد في الشهري هكا الاتحاد معايا لازم ترد بالك في النيغوسياسيون العام الجاي هذاك علاش هذاك علاش كنت باهي معاه باهي على خير عاد أما النقابه في التاسع تفضل تفضل لا احنا نعملوا نقابه من نوع كيما النقابه نختاروا واحد نتاعنا والله كان نعملوا نقابه كيما كان موجود حط هو رئيس النقابه كان كيما كانت موجوده في المشروع ما حشناش بها النقابه خلينا نرجعوا نحكيوا على القواعد خاطر كنت عديد لكم القيادات نمشيوا للقواعد اللي كان عندهم ترحيب خاص يعني كيف كيف وقت اللي كانوا يتعداوا بين التونيل بتاع باب سويقه كان فما زحمه كان على اليمين وعلى اليسار كنت نصور وهو كان خطاب القواعد ليا الفرق بين القيادات والقواعد ديما فما ماهمش متفاهمين كيما النهضه والنداء فهمت القواعد القيادات متفاهمين والقواعد متفرقين علاش النهضه والنداء تاخذ النداء وحده حق نسيت هو ذاك الشان شكون متفاهم وشكون مش متفاهم شقوق ما تفهم شيء نمشيو الى اللي شاركوا في الـ في الـ في المارش هذيا اللي شاركوا كان فيهم شعب الوي وكان تعرفوه جماعه الفيسبوك شعب ربيع بودن كان فما ممثل في المارش هذيا هذا شعب يعرفوه برشا اللي فيسبوك باش نمشيو تعرفوا سي خميس هذاك ربيع بودن ما تعرفوش؟ ما تعرفوش؟ لا لو تعرف انت تعرف الشباب هو الشباب اللي يعرفوه في البلاتو هو منطق بالطريقه هذه كان من افعالكم انتم باش نمشي لحدث اخر كان تميز كان شهادته سوسه حدث اللي هو يوم المؤسسه اللي كانت نهار الجمعه اللي فاتت كان في سوسه حدث هذا حضروه شخصيات برشا حضروه رئيس الحكومه حضروه رؤساء الحكومه قبل مهدي جمعه مصطفى بن جعفر كان حاضر زاده عديد الشخصيات اللي حضروا في الحدث حضر الشيخ راشد الغنوشي زاده كيف كيف باش نوريكم صوره لمصور السيد راشد الغنوشي او اللي يقوم بتغطيه زياراته الكل والسيد راشد الغنوشي اللي تجمعهم حاجه معينه تتفرجوا فيها حصريا في كاميرا حسن. نحن هذا كله نشوفوا اترافير سيد 16 وكلنا thank you.
سامحوني ما نجمش نعدي لكم تغطيه السيد راشد الغنوشي للندوه الكل، لان الكل عداه هكا ولا ما نعرفش الاشاعات ما نحبش نطلعها. على الاشاعات ما كنت حاضر. الغالب الغالب هي رقمنه الاداره وكل شيء حاجه يفهم فيها برشا السيد راشد الغنوشي. خلينا نمشي نحكيو على النهضه زاد كيف نحكيو على السيد عجمي الوريمي اللي كان فما طقس ممطر شويه، هذاك علاش العباد كل جات بالكبابه نتاعها، لذلك انت تجيب كابوتك في وسط ندوه كيما كاكا كبيره فماش وين تحط في الكراسي وكل شيء. بيان سور تدخل تلقى شكون ياخذ من عندك الكابوت يحطهم في خزاين، يعطيك نومرو تحضر كي يجي يخرج تعطي نومرو للمضيفه الموجوده وترجع لك الكابوت تاعك. واضح واضح مش واضح على درجه مع السيد عجمي الوريمي، نشوفوا لحظه استلامه لكابوته في رحله البحث عنه. عمق العلاقه بين البلدين. في الاخر مستنى فيه كابوت. هاكم ريتو فركس الكبابت كل كابوت كابوت، لذلك نداء لاي رجل اعمال حضر في يوم المؤسسه كان ناقصك ورقه ولا 10,000 ولا تليفونك هاك تعرفوا شكون يهزوا. باش نواصل في الندوه وين صارت تحت سقف قاعه كبيره برشا، وكان فما كما سمعتوا في مؤتمر الاستثمار تهاطل المليارات، وكان سمعتوا زاد كيف تهاطل الاستثمارات، فما تسريبات جاتني من تحت سقف المؤتمر يوم المؤسسه. هاد نشوفوا التسريبات هذه الملموسة والملموسة، نقول بالمليح الملموسة. The source of demand, the source of demand. Even in China, we've been talking about the breakup. The monopoly has exceeded 10%. The leading province in China. Quelques mois pour déterminer la grande enquête internationale qui est Gartner qui prédisait qu'en 2020, 25. ندوة تعدات تحت أنغام خرير المياه، وكتشوف الاستثمارات إن شاء الله تكون كما تسريبات يسالة. هذي على رقمنا هي؟ هذي على رقمنا، من رقمنا تحبلها شوية معناها الحفاظات. سالة تقطر؟ سالة تقطر بكل جهة تحت الوفد الصيني بدأت تقطر سالة معناها. سقف شنو؟ سقف؟ سقف فوق لوتيل، فوق فما بيوت، فوق كل شيء فهمت حتى. وأسفه. خلينا نمشي نكمل مع احدى الشخصيات اللي كانت حاضرة، السيد مصطفى جعفر اللي كاميرا حسام التقطته في مشهد تاريخي. حفاظا على الخط التحريري للتاسعة مساء لن يتم التعليق على هذه الفيديو، ونمشيو مباشرة للسيد أنيس غديرة مع وزارة في وزارة النقل اللي قام بتصحيح اتفاقية مع شركة أمريكية، الشركة الأمريكية هذه باعت قاطرات لنقل الفوسفات لتونس ذات قوة دوبل على القاطرات الآخرين، وكان حاضر معاهم السفير الأمريكي. بعد ما كملوا تصوروا تبادلوا أطراف الحديث، لكن وبينما هم يتبادلون أطراف الحديث كانت كاميرا حسام تصور في كوادر وزارة النقل وشركة السكك الحديدية فيديو حصري كذلك لكاميرا حسين. هذا ما كانش موجود اليوم، ولكن ان شاء الله الصين قال لي ممكن يعني اقول هذوما كوادر الدولة. لا القوة مش انهم فيش قاعدين يشربوا، القوة انه سياسة التقشف بتاع السيد يوسف الشاهد ماشي حتى في الإدارات، بعد ما كملوا الفضل بتاع الكيسان الكل صبوهم في نفس البيدون الأخضر، خاطر ممكن يستعملوه مع سفير هولندا، مع سفير فرنسا، أي واحد يجي يتسربه من نفس الكاس. نكملوا مع الديوانة من قبيل تقول نكملوا. أنا مكملوا لا طويلة، أنا كنتاري سانسر قال لك الجماعة في فيسبوك قال لك سانسرو. الديوانة باش نحكيو على ستينية تونست الديوانة التونسية، ستينية تونست الديوانة التونسية كان حضرها
حضر احتفالها السيد يوسف الشهاد مع مدير عام ديوانه مع والي تونس ومع وزيره الماليه، وكانوا قاموا بعرض للاداء الديواني في تونس كيف يحمون الحدود من تسريبات من التهريب من كل شيء. نمشيو الى نقطه تفتيش والبحث عن المواد المخدره الزطله تحديدا، وهل الاكزرسيس هذا عملوه بكهرباء تدخل وكلب يلوج على الزطله باش يوريو فعاليه الاطاحه بالعصابات والمهربين في تونس قدام رئيس الحكومه في احتفال بستينيه تونس الديوانه. نشوفوا نجاعه هذا التعبير. حاسوا كلب امستردام يعني مش تونس باهي مش كامل سي معز. ختاما خلينا نكملوا بالجمال. ميس تونيزي كنا حاضرين في الليله الحفله الاختتاميه نتاعها، لان احضرنا في الكواليس لانه يعني البث الحصري كان للتلفزه الوطنيه. حضرنا في الكواليس من التالي وقينا لطفي بن سدره اللي هو راقص محترف على الاخر، وكان هو اللي اطرهم في الكواليس كيفاش يدخلوا وقتاش يخرجوا كل شيء. وبك تعرف من سمات ملكه جمال تونس لازم يكون الذكاء. هتشوفوا البعض من ذكاء ملكة جمال تونس. انت كي باش تاخذ البري نتاعك باش تخرج على روحك، تخرج تحط الكافي نتاعك هنا، كي تبدا الحاضر مش تحط الكافي نتاعك نتاع تراديسيونيل. من بعد عندنا الديفيلي. هذه انا مانيش فيه. هذه انا مانيش فيه. انا وصلت مانيش فيه. شنو هي التراديسيونيل ماكمش فيه؟ باش خرجنا خاطر. يا بنتي. كان بطبيعة صديقنا العجمي الوريمي زي ما يقولون راهو تفدليك اللي كنت تقول فيها قبيلها. لا لا سيدي مش تفدليك باشي معز. لا 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 صديقنا العجمي الوريمي يعطيك الصحة. إن شاء الله نرجعوا الجمعة الجاية معز. إن شاء الله نهار الخميس الجاي. نهار الخميس الجاي. آخر المستجدات في المشهد السياسي في هذا التقرير ثم نعود. تتسم الساحة السياسية في تونس بسرعة التغيير وخلط الأوراق، مش كان من باب الانشقاقات والاستقالات، لكن زاد بالتكتلات والجبهات الجديدة. بدأت مؤخراً جولات من المشاورات بين قيادات جبهة الإنقاذ من حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر، واللي تعتزم الإعلان عن تأسيس قطب سياسي خلال الأيام القادمة تضم عدد من الشخصيات السياسية من الأحزاب هذه وحتى من المستقلين. جبهة تسعى لتحقيق كيان سياسي وسطي ممتد شعبياً يخدم مصلحة تونس. لإقامة التوازن والحديث عن المستقبل باش تقدموا المستقبل. لذلك كل واحد يفكر في المستقبل، يفكر في العامين الجايين، يفكر في 3 سنوات، يفكرش يتو كان في مغانم السلطة متاع تو الحالية. فكروا في المستقبل، فكروا في شني أدوات المستقبل. الجبهة يجب أن تكون آلات من أدوات المستقبل، لأنه الوضع الصعب اللي تمر به تونس إذا كان نخليه والناس متروكين لحالهم في الجهات بدون تأثير حزبي ولا طرف واحد حزبي أثر فيهم بدون طرف آخر، فإنه هذا راهو يهز الغير لغياب التوازن. باش نبقاو منفتحين من أجل تطمين التوانسة وبناء هذا القطب التقدمي. لقاء أنا نعتبره شكل منعرج لأنه رجع الأمل واهتدى العقل السياسي الوسطي لضرورة تجميع نفسه في هذا الظرف. الجبهة اللي باش يتم الإعلان عليها في قادم الأيام مفتوحة على خيارات عديدة، منها السياسي ومنها الانتخابي الخوض الانتخابات البلدية القادمة. أهدافها طبعاً فيهم جانب سياسي،
اللي هو تجميع أكثر منكم الناس، وأغلبية الناس اللي ينتمون للعائلة الوطنية العصرية يحكيوا بالتجميع الآن، يقولوا ضرورة التجميع، ولكن يمكن تمشي تكون عندها طبعا جانب انتخابي. احنا ما عندناش حتى يعني تحفظ حول هذا الموضوع، خاصة الانتخابات البلدية يلزم آلاف من المرشحين، وأكيد أنه معناها حزب واحد وما يمكنش يدخلها الانتخابات البلدية بالطريقة هذه. جبهة الإنقاذ من نداء متهمة اليوم بأن سعيها لها الحلف الجديد ما هو إلا محاولة للالتفاف على أزمتها الحزبية والاستقواء بتكتلات خارجية. أطراف كما كتلة الحرة ولا حزب المشروع تونس، هو تشوفوا في استطلاعات الرأي يناريف باديكولي ما فاتش حتى 1% من نية الانتخاب في التوانسة. هذاك علاش قاعدين يتحركوا يمينا يسارا باش يصلحوا الوضع بتاعهم، وقاعدين نشوفوا في استقالات يومية من ناس بارزين، ناس عندهم قيمتهم وعندهم معنى الرمزية بتاعهم في كتلة الحرة في حزب المشروع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعلنت البارح هيئة الإنقاذ الحزب نداء تونس خلال ندوة صحفية تحولها إلى هيئة تسييرية من أجل إنقاذ الحزب وإنقاذ تونس، إلى حين تنظيم مؤتمر توافقي ديمقراطي يجمع كل الأطراف دون قيادة ودون انشقاقات ودون إقصاء. الهيئة التسييرية اللي أعلننا عليها اليوم، احنا نعتبر نفسنا احنا الحزب، احنا نداء تونس، مع استعدادنا وديما أيدينا ممدودة. احنا القياديين اللي أسسناه، احنا القياديين اللي صنعنا انتصاراته، واحنا القياديين اللي مؤتمنين على ضمان وحدته واعاده الحياه فيه. مؤتمر ما تطلبوش مؤتمر على قياس هو ولا قياسي انا ولا قياس غيره، مؤتمر على قياس النداءيين ونداء بيدو على قياس تونس. الحل كيف ما يراه شق رضا بالحاج هو هيئه تسييريه الى حين المؤتمر، الا انه شق حافظ قائد السبسي يعتبره مقترح لا ديمقراطي. مش معقول، هو تو مؤتمر سوسة اعطاه هيئه سياسيه قياده جماعيه فيها 32 واحد، معناها يلزم انت باش تعمل تغيير في القياده الحزبيه يلزمك عندك اغلبيه داخل الهيئه السياسيه، هما بعد برشا على الاغلبيه، هما ثلاثه من الناس على 32. مد جزر في الساحه السياسيه اللي تنتظر اليوم ولادتها الجبهه المتكونه من احزاب وسطيه تحت مسمى مبدئي هو اتحاد تونس، تدخل بقائمات موحده للانتخابات البلديه وتكون جبهه الانقاذ احدى ركائزها. شو نبيك سي خميس، شو نبي نداء تونس بالانقاذ، شو معناها احنا نداء تونس؟ احنا نداء تونس، احنا اللي عملنا وصنعنا امجاده، احنا تحولنا الى جبهه تسيير، احنا نداء تونس، شو معناها؟ من البقيه شكونهم؟ اولا بارك الله فيك، والموضوع هذا قريب يقلقوا منه التوانسه، واحنا شاعرين بهذا. الخلافات داخل حركه نداء تونس خلافات عميقه، والازمه ازمه حركه نداء تونس ازمه مستفحله، لكن عنوانها الأول هو أنها أزمة قيادة، لأنه على مستوى القواعد من الإطارات الفعاليات الحقيقية اللي كانوا هما النواتات متاع تأسيس والنجاح في الانتخابات في جميع المعتمديات والجهات بصورة عامة ما زالوا متمسكين بنداء تونس، لكنه كيفهم كيفما كل التوانسة متقلقين من اللا قيادة والخلافات. سعينا منذ شهرين مجموعة من القيادات على صعيد مركزي إلى جانب عدد من النواب باش نمشيو للجهات، زرنا جميع الجهات، توجنا بلقاء في 20 نوفمبر ندوة وطنية كبرى فيها تقريب 1200 إطار، الوجوه اللي نعرفها في 2012 واللي نجحت سلباجي في القصر وجابت الكتلة النيابية للبرلمان ككتلة أولى. شي يقولونا؟ يقولونا راهو ما عادش ممكن باش ننتظروا هالامور هذه، راهو ثم بولفار قاعد يتحل، يعني طريق سياره مفتوحه، وواعيين كيفنا بالضبط وكيف ما كل الملاحظين الصادقين انه التوازن اللي ضمناه بانتخابات 2014 مهدد، وانا نقول لك اكثر من المهدد اليوم مكسر. فالواجب نتاعنا هو أنه ننقذ ما يمكن إنقاذه من حركة نداء تونس. كلفنا في وقت من الأوقات سي المنصف السلامي كقيادي وكنائب نائب شعب، وأنه مش معروف عليه في طيلة هذه الأزمة بتاع السنتين أنه دخل في خصومات شخصية مباشرة باش يسعى إلى حل توافقي. حل التوافق إيش فيه؟ فيه جميع القياديين يكونوا على نفس المستوى،
يعني سي حافظ قايد السبسي يكون كيف وكيف رضا بالحاج، كيف وكيف خميس قصيره، كيف وكيف فوز اللومي، كيف كيف. ونختاروا يا سيدي بلاش حافظ وبلاش رضا وبلاش هالحزات، نختاروا 4 5 6 7 بصوره توافقيه ونكلفوهم باداره شؤون الحزب وعقد مؤتمر ديمقراطي انتخابي توافقي في اقرب الاجل. هذا جوبهنا بالرفض، والمهمه اصبحت عسيره ومستحيله على سي المنصف السلامي. فاجتمعت هيئه الانقاذ والاصلاح بصوره مجمعه للاطارات النايبه على الاقاليم، وقررنا ان نحسم هذا الموقف وتتحول هيئه الانقاذ والاصلاح لحركه نداء تونس الى هيئه تسييريه لشؤون الحزب، مع الاستعداد الدائم للحوار واستيعاب كل ما يمكن انه يسهل. هيئه تسييريه معناها انتم الحزب، انتم معناه احنا الحزب. قل لي المساله القانونيه، نقول لك في المساله القانونيه هناك خصومه قانونيه اللي هي ثانويه، لانه الفعل على الارض والفعل شكون عنده الاطارات والقيادات والمؤسسه والممثله لهذه الحركه منذ نشاتها الى اليوم، نعتقد اللي هي في الجانب احنا في جانب الحق والصواب، مع سعينا باش ما نخلفش علينا في الرحله هذه من المؤتمر اي مناضل من مناضلين اذا تونس مهما كان حافظ ولا غيره، المهم انه يقبلوا انه يكونوا نتعاملوا بانصاف ونتوجهوا الى مؤتمر ديمقراطي عصري. اذا كان انتم الحزب سيد حافظ قايد سبسي شنو فين موجود؟ احنا نعتبروه اللي بدا يخرج على المنطقه نتاع التاسيس، لانه جمع ناس. لا شنو تعتبروه؟ اعطيني شنو تعتبروه؟ شنو تعتبروه؟ شنو نعتبروه؟ شنو تعتبروه الان؟ نعتبروه احد المناضلين نتاع الحزب واحد القياديين اللي افرزوا مؤتمر سوسه، اللي واضح كونه اذا كان قدر باش يوقف نزيف لكنه ما حلش الاشكال، وتعهدنا مع بعضنا باش ننجزوا مؤتمر انتخاب في جويليا ما تمش، سكر الحانوته عاملها مفتاح فيدو ويعتبر روحه هو وريث بوه والحزب حزب بوه. قلنا له هالشيء هذايا ماهوش قابله حتى تونسي، مش ندائي، مش ندائيين رافضينه، حتى تونسي في الجمهوريه التونسيه ما هو قابل انه الشخص هذا باعتبار قرابته العائليه انه باش يتم في تونس القرن 21 في 2016 وبعد ثوره توريث عيني عينك، خاصة أنه لا عنده لا شرعية ولا كفاءة. واضح. ولذلك قلنا أحنا إذا كنا باش نباشروا العملية في توسيع المشاورات، إعادة الهيكلة ترميما وترميمه. واضح سي خميس. واضح سي شاكر. شكرا سي معز. كيفاش جاوب؟ في البداية خليني نوضح مسألة حتى بالنسبة لقواعد نداء تونس، هو أنه كان من المفروض النقاشات هذه تتم في أطر الحزب، تم في هياكل الحزب، نتناقشوا في المواضيع هذه اللي تتم الحزب داخل هياكل الحزب. وأنا عندي رسالة مش نوصلها، أنا جيت كممثل لهياكل نداء تونس، نداء تونس موجود وهياكلها مازالت موجودة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي المحلي. تقول لي الهياكل هذه تعب شوية، تقول لي المناضلين تعبوا، تقول لي كذا، نقول لك صحيح، ما صار البلاد كلها تعبة، ونحن توا دورنا هو أن نحن نعاونوا البلاد ونعاونوا هياكلنا ونعاونوا كذا في أن نخرجوا من الوضعية اللي احنا فيها. نقطة هي فيما يتعلق مسألة نظرية فيما يتعلق بالعقل السياسي، هذه من ناحية النظرية سي خميس، العقل السياسي هذا مصطلح جاء مع طريق محمد عبد الجابري في كتابه نقد العقل السياسي اللي جاء بعد بنية العقل السياسي، معناها مسألة العقل السياسي مسألة ثانية أخرى تماما، هو يتحدث على مكونات العقل السياسي، ما نتحدث فيه هي تجاذبات سياسية. تجاذبات سياسية قد نقول لك اللي ما توصلش إلى مستوى الوعي السياسي الراقي اللي من شأنه أن ينهض بالبلاد ويتقدم بالبلاد. نجول مسألة الهيئة التسييرية اللي انبثقت على الندوة الصحفية الأخيرة. ثم منطق يحكم الأشياء. معناها إحنا لما نعمل مؤتمر توافقي في 9-10 جانفي 2016، مؤتمر التوافقي هذا يخرج بعديد المخرجات من بينها أنه سخميس في الهيئة التسييرية. من بينها 32 منهم 17 نائب في الهيئه التسييريه، من بينهم ان سي رضا بالحاج في الهيئه التسييريه، من بينها ان سي حافظ قائد السبسي هو المدير التنفيذي والممثل القانوني، وهذا من اللي وافق عليه سخميس وسي رضا وسي السلامي وكلهم، هذا موافق عليه هم على الشيء هذايا، نجوا توا نحو هذا الكل ونعملوا هيئه تسييريه، والهيئه التسييريه مع شكون تخدم؟ تخدم مع ناس ما صدقتش
على ما تعطيش المصادقه للحكومه، تخدم مع ناس ما تخدمش على قانون الماليه. احنا كحزب حاكم والناس رشحتنا ونخبتنا باش نحكموا، نجوا في الاخر نعارضوا سي الحبيب سي يوسف الشاهد، ونجوا ننصب العداء للسيد رئيس الجمهوريه اللي كان ليه فضل، ونعاود ونقولها كان ليه فضل كبير في طلوع العديد من القيادات منا اللي ما كانش تحلم في نهار من النهارات انها تكون مره في مجلس النواب. هذا لابد ان نتواضع قليلا، لابد ان نتواضع قليلا، ولابد ان نرجع الامور الى نصابها. اذا كان تحبوا باش نخدموا ثم قانون نظام اساسي، اهو الحزب ومؤتمر سوسه واش خرج نظام اساسي ونظام داخلي نحترمه، نحترم القانون. اذا كان نتحدث نقولوا مساله قانونيه ثانويه، كيف يمكن ان تكون ثانويه والجماعه يقومون بقضيه في تعيين مؤتمن على الحزب بجلسه 28 ديسمبر؟ تو هما يطلبوا من المحكمه، قالوا لهم، قالوا للمحكمه حط لنا نصب لنا شكون يشد الحزب، وفي نفس الوقت يعملوا مؤتمر صحفي قولوا لا نحن هم ولينا نحن هم باش نسيروا الحزب واحنا هم نداء تونس. معناها هذا عقل سياسي العربي، هذا العقل اللي يجمع نحن نداء تونس وغيرنا هم ما همش نداء تونس. انا في اعتقادي وحفاظنا على قواعدنا، حفاظنا على قواعدنا اللي ضاقت الامرين، ذاقت الامرين، لكن نحن كنداء تونس منذ بدايه ان نجحنا ما فكرناش في الحزب وما فكرناش في رواحنا، فكرنا في البلاد، قلنا البلاد اولا ثم بعد ذلك. يغضبوا قواعدنا، يتغشوا علينا كذا، توجي الوقت وتاخذوا حقوقكم وتوجي الوقت وتاخذوا نضالاتكم ونعترفوا بنضالاتكم وكذا، لكن راي البلاد تمر بصعوبات. انت كما تلاحظ تو وضعيه بن قردان، وضعيه هذيه، البلاد تشتكي من عد مشاكل. سامحوني، راهو الزمن اللي تعدى 60 سنه تحدث فيه الكثير من السلبيات، واحنا تو تفتحنا على واقع جديد، على واقع ديمقراطيه، على واقع كل شيء مكشوف. اذا طفله تتمس في الكاف، الاعلام يقوم للقيامه وتقوم الناس قدام المجلس التاسيسي. هذه بوادر طيبه للبلاد، يلزم نحترموها وندعموها ونقدموا بها. واذا كان اختلفنا يا سيدي، نختلفوا في اطر الحزب. ثم مساله ثانيه، حافظ قائد السمسي والتوريث وكذا وكذا، هذا النظر. اخي احنا عملنا ثوره باش نحرموا الناس من انها تمارس السياسه، نحرموا الناس من انها تمارس حقوق المدنيه والسياسيه. حافظ قائد السمسي لانه هو ولد الباجي قائد السمسي، لابد من انه نحن نحطوه في الكوان وندخلوا فيه. وها الفزاعه هذه راهو توريث، والفزاعه اللي يحبوا يقنعوا بها التوانسه. حافظ قائد السمسي هو مناضل، كيفه كيف خميس قسيله، كيف رضا بالحاج، كيف شكل العيادي، كيف وليد الجلال، كيف العديد من المناضلين اللي في 2012 ثنوا الركبه، ثنوا الركبه وقدموا الكثير للبلاد هذه. لابد من ان نعطوا الحقوق لاصحابها، من حقه ان يمارس السياسه. انت هو سي خميس ورضا بالحاج وغيره اللي حطيتوه المدير التنفيذي والممثل القانوني للحزب في مؤتمر في 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 مؤتمر 19 جان في 2005. نجو تو نقولوا له اي سيدي تكا اقعد غادي انت، اي تو باش نسيروه. هذا كلام لا يقبله القانون ولا يقبله العقل السياسي. اذا كان نحن نعرف مكونات العقل السياسي، ولا يمكن ان نستقبل حتى قواعدنا. المؤتمر اللي باش يجي هو الحاسم فيما بين جميع الاطراف، يطلع حافظ صحالي، طلع سي رضا صحالي، طلع سي خميس صحالي، اللي عنده امتدادات على مستوى الجهات، اللي عنده تواصل بالجهات. سي خميس اذا كان انتم مشيتوا مره للجهات، انا ناكد مشيتوا مره للجهات، احنا ساكنين فيها ليل النهار على المناطق الحدوديه، ليل النهار نشوفوا كيفاش نحن كعملنا الانتخابات وعملنا الحملات نتاعنا، عملناها في جبال، في الجبال عملناها، عملناها وقت الناس نزلت ديارها بالقش، وقت الناس نزلت تعاني، والناس وثقت فينا. وقت كنا نمشوا لهم طارش يقولوا لنا، يقولوا لنا انتم متابعينك الراجل هذاك، يقولوا لنا نحتاج، يقولوا برا امشوا على روحكم، اعطيناك من الكلمه، نجوا توا نهروها، نجوا توا نهروها. معناها ندخلوا في رئاسه الجمهوريه وندخلوا كذلك في الحكومه من اجل تهرئتها. مش معقول هذا، منطق ما يتقبلش. يقول لي انا في نداء تونس ما صوتش على قانون ماليه. اخي اخي الحكومه حكومه شكون هي؟ مش حكومتنا؟ الاولاد مش اولادنا؟ حكومه وحده وطنيه فيها الاتياس في الكل، لابد ان ندعموها. وضع البلاد سعيد. واضح. شكرا سيمون. واضح. سي وليد. نخدم كي برهان الكرونيكور في الموضوع هذا. متابع للشان السياسي. انا تمنيت الكلام اللي كان يقول فيه سي خميس، كانوا قالوا لسي خميس قسيله قبل المؤتمر سوسه. معناتها الكلام هذا كلام انا متفق معاه. لكن سي خميس ما كانش متبنيه. رانا ما نشقيناش. وقت اللي كانوا يقولوا فيه مسار 32 نائب اللي هدوا بالاستقاله وقتها، هذا هو الكلام اللي كانوا يقولوا فيه مجموعه 32 نائب. كانت قال الكلام هذا من سي خميس والقيادات الموجوده معاه اليوم، راهو ما صارش هذا. راهو ما انشقش نداء تونس. راهو نداء تونس اليوم حزب قاعد يقوم بواجبه. هذا واحد. اثنين، شكون هي جبهة الانقاذ والاصلاح؟ هي مهندسة
مؤتمر سوسة مع حافظ قيد سبسي. زوز أطراف هذو جبهة الإنقاذ اللي موجودة هذه اللي هي اليوم محتاجة الإصلاح لأنه فيها انشقاقات، أنا وشق شق عبد الزقوتي شق مصف سلامي اليوم جبهة الإنقاذ محتاجة للإصلاح اليوم، هذا واحد. اثنين كوني جبهة من أخرجوا مخرجات مؤتمر سوسة اللي تسبب في انقسام الحزب لأنه الاستقالات جات تاع مجموعة النواب جات بعد جمعة من مؤتمر سوسة ورفضنا المشاركة في مؤتمر سوسة لأن كنا نعرف مخرجاته. وشكون حط رضا بالحق؟ شكون حط حافظ قيد سبسي مدير تنفيذي؟ وشكون أعطاه مولى شكون أعطاه مولى البتين ده؟ وشكون حط وشكون عمل القانون الأساسي والمحضر المؤتمر ومخرجات المؤتمر؟ مؤتمر سوسة يلزم التونس الكل تعرف هو اللي تسبب في انشقاق لدى تونس. وجبهة الإنقاذ أعضاء جبهة الإنقاذ والإصلاح اليوم مع احتراماتي اليوم مؤسسين هم في لدى تونس، ما حتى حد من نجم يقول هذو مش مؤسسين وهذو ما خدموش، لكن هما وحافظ قيد سبسي وهما اللي قواوا حافظ قيد سبسي. وقت اللي نذكر زادة سي خميس في مداخلة مع سي لازر العكرمي وقت اللي كان تخيلتوا لازر العكرمي من وقت اللي كان في بلاتو في قناة خاصة يقول في نفس الكلام سي لازر العكرمي. أنا أقول سي خميس تذكر أنت شو رديت وقت على لازر العكرمي وش رديت على الناس اللي كانت تقول في الكلام هذا. أنا متأسف جدا لأنه كان الكلام هذا تقال قبل راه ما قسمش نيدا تونس، راه قعد نيدا تونس موحد ولقينا الحلول. والبلاد اليوم في حاجة نيدا تونس، في البلاد اليوم في حاجة للتوازن السياسي. مادام نقولوا هذا، مادام الأحزاب اللي توجدت الكل بعد فشلت في أن تكون بديلا سياسيا لنيدا تونس، ما فما حتى طرف سياسي قدر كونه يعبي، وهذا اعتراف ضمني من الأخرين الكل، هذا ما يجرنا بعد الجبل. اعتراف ضمني من قيادات الأحزاب اللي جات بعد واللي قبل كونه أزمة، حتى حد ما نجم يكون هو بديل نيدا تونس وياخذ قواعد نيدا تونس. اليوم تونس في حاجة نيدا تونس قوي، في حاجة المعارضة قوية، في حاجة إلى أحزاب حاكمة قوية باش تكون ديمقراطية سليمة باش نطمنوا على المسار الديمقراطي، في حاجة الحزب قوي. لكن مش نكسروا الحزب مؤتمر سوسة وبعد ما نرفعوا شعار الإنقاذ، هذا عيب. لا نحب نلاحظ ملاحظة بقى. الحماس هذا في مواجهة أنه الناس نجم تغير موقفها، اولا في العمل السياسي ينجم يغزر روحه بيده هو سي ولي ما بدأتش اللي نفس الموقف المواقف في غياب تسير ديمقراطي خرج المواقف واليوم خارج في غياب تسير ديمقراطي المواقف تتغير، وهذا ماهوش عيب وماهوش طبيعي في العمل السياسي انه تتغير. المهم اللي ما يتغيرش فيها هو المبدا الاخلاص للحزب، ما نغادرش السفينه، نقعد نعالج في أوضاعه. ونقول لك بوضوح وقلتها في مناسبات عديدة، الناس هذم اللي اليوم هم الهيئة التسهيلية لحركة نيدا تونس خطر حريصين على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه من يحلم باش يعود كيف ما عاد صعيب، لأنه بكلنا تسببنا في إضعافه، هذا اعترفنا به من نهار الأول. والمعالجة تكون جماعية للي ما غادرش السفينة. احنا قعدنا و في مؤتمر سويسرا وقعت أخطاء، وأنا مدامني حاضر سيدي الغايبين الكل صحاح، أنا نتحمل كل الأخطاء هات على أكتافي. إيش فيها الأخطاء؟ أنه حاولنا مراعاة سي الباجي والأوضاع يعرفوها التوانسة الكل ويعرفوها القواعد متاع حركة نيدا تونس باش حافظ يظل ضمن المجموعة، على أساس أنه نتعداو المؤتمر الانتخابي، وهذا القرار نمر واحد تاع سوسة هو المؤتمر الانتخابي في جويليا. حاز على مرمى وما ثم سكر الأمور. تعرف شو ختمها توا؟ لواش مشينا القضاء؟ القضاء مش باش نجيبوا مرشد، باش نديناه الحزب شركة باش نجيب له مؤتمر أنه نطلبوا القضاء يصبح تحت عينه هذا الحزب المكسب الوطني العظيم باش يتعين حد، القضاء يعينه من القيادات اللي غير معنية بالخلاف وإلا بالترشح باش يشرف على مؤتمر، لأنه ما عادش ممكن، لأنه خاطبنا وقعد كل المحاولات الرجل يحب ينفرد. شفتوه وقت الحوار عن حكومة الوحدة الوطنية وثقة كرتاج والابن
يمضي لأبيه ويخاطب، يعني صورة معناتها من مهزة في الحياة السياسية التونسية، مهزة اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم. وإذا كان الناس، وأنا خاطب الإخوان اللي ربما يختلفوا معايا في الرأي اليوم، لكن نقول لهم كونوا الإطارات الحقيقية في الساحل، في داخل البلاد، في الجنوب، في الشمال، في الشمال الغربي، في الشمال الشرقي، الناس متعطشة إلى من ينقذ ويصلح أوضاع حركة نهضة تونس. اللي تلموا اليوم وأعلنوا لأنفسهم أنهم هيئة تسييرية لإنقاذ الحزب ولإنجاز مؤتمر عصري ديمقراطي، ساعتها مفتوح لكل الناس. وبالموازاة لذلك، لأن نعتبر تونس قبل نهضة تونس والوطن قبل الحزب، شرعنا وتفاعلنا إيجابيا مع مسار ثاني موازي لهذا العمل الداخلي الإصلاحي باش نشكل أوسع جبهة وسطية نحكيو عليها ضمن التوازن. خنشوف سي شاكر عندوش ما يجاوبك على الكلام اللي كنت تقول فيه وبعدك نحكيو على الجبهة. أنا في الحقيقة يمكن تنجم تكون الغاية نبيلة بالنسبة للمجموعة هذه، تنجم تكون الغاية نبيلة، لكن الأسلوب رديء ما بين قوسين الكلمة معناها، والطريقة كانت في الحقيقة تضر بالحزب أكثر من أنها باش تفيده، لأنه ننسفوا كل الهياكل، ننسفوا كل الهياكل. أنا نسأل سؤال أخي، وقعت استشارة 24 منصف جهوي باش يعملوا الهيئة التسييرية هذية، وقع استشارة النواب، أنا في الكتلة النيابية، نحن الكتلة النيابية 68، وقع استشارتنا وعملوا بينا اجتماع وقالوا أسيدي باش نسيروا لكم حزبكم، شاوروا شكون هنا من القواعد اللي تحدث لهم هما توا للأمانة. أخي احنا أولاد الجهات، احنا أولاد الدواخل، احنا نذوقوا في المر في الجهات هذيك، معناها توا يجوا يقولوا لنا احنا توا باش نسيروكم، انت باش نسيروكم. انا نعطيك انا سؤال، شكون القيادي في نهضة تونس اللي زار جندوبة قداش عنده؟ اذا كان ما صارتش مرة ولا اثنين، القيادي الوحيد اللي جاء من نهضة تونس باش زور جندوبة جاء باش يقسم الحزب، وبعد هو عنده نية لتقسيم الحزب، وبعد خرج بحزب اخر، وللاسف احنا فرحنا به كأمين عام وقت الحزب وقلنا هذا ولدنا وكذا، ولكن النية كانت هو يجمع الماكسيموم، انا يهز الماكسيموم من نهضة تونس. انا نرى ان العملية هذه هي كذلك فيها أنها الأخذ ما قدر الإمكان من نهضة تونس، لأنها وكأنها المجموعة ما عندهاش نية في البقاء من نهضة تونس، لكن النيات هي أوينها احنا نحبوا نصلحوا، ولكن النتائج باش تكون باش ننحوا اللي نجم ننحوا كيما صار مع الحزب اللي قبله، كي النجم تخرج تو كذا اللي يحب يخدم نهضة تونس يخدموا على مستوى هياكله، في وسط هياكله، ويصبر إذا كان ثم غلط يصبر، وإذا كان ثم نقصان يصبر، وإذا كان ثم قل الديمقراطية مش كان في نهضة تونس قل الديمقراطية، أنا هو الحزب اللي فيه الديمقراطية في في في, في تونس، أنا هو الحزب اللي فيه ديمقراطية، أنا المنظمة الوطنية اللي فيها ديمقراطية تامة، باش نجوا نقولوا نحن والله ثم مشكل في نهضة تونس. أعطى الأحزاب، يا سيدي الأحزاب التاريخية اللي عندها تاريخ، عندها شقوق وتشكي من 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 قيادات نتاعها، من الزعامات نتاعها اللي هي ماهيش ديمقراطية في اتخاذ القرار، لازم نصبروا شوية، أما أنا نحن يا نكونوا زعماء يا لا، يا نكونوا نحكموا يا لا، يا تعطونا باينة في السلطة يا لا، يا تعطونا باش نحطوا الوزراء ونعملوا كما نعملوا ولا لا، مش معقول، النظام ما يقولش كيفك، نظام إنسان يحب يخدم يثني الركبة للبلاد أولاً وأخيراً، ثم بعد ذلك نهضة تونس، وفكرة نهضة تونس بين قوسين وننهي، رأي الفكرة هذه، أما إحنا بنحملوها وتنجح البلاد وينجح الحزب ذي، وإلا مش يجي غيرنا ويأخذها. الفكرة هذه فكرة تونس العصرية، تونس الحديثة، تونس الديمقراطية، تونس التعددية، يا أما إحنا نتبنوها ونكونوا ما بين قوسين الكلمة رجال سياسة بالحق، ومن ثميك ننقذوا البلاد وننقذوا الحزب، وإلا باش يأخذها غيرنا أو يلتقطها غيرنا ويكمل في المسار، وتونس تبقى هي تونس اللي نعرفوها منذ 50 و60 سنة. واضح الشكر معز، انا نقول لك صحيح فما ازمه قياده في نهضة تونس، هذا ما نجم ينكره حتى حد، وصحيح الناس هذه اللي اسست نهضة تونس عندها اراده ما يشك حتى حد في ارادتها اصلاح نهضة تونس ونضالها في نهضة تونس، لكن انا خير نخرج من الحزب بمراره ولا نهز حزبي للقضاء. وكنا نجم واحنا في مجموعه 32 ناير اللي خرجنا، كنا نجم نمشيو للقضاء ونطعنوا في مؤتمر سوسة ومخرجات مؤتمر سوسة والهيئة التأسيسية والانقلاب على المكتب السياسي، لكن كيفاش نهز حزبي القضاء؟ فما حزب خرج من القضاء سليم؟ خيرنا ننسحبه كل مرارة وما نهزوش حزبنا القضاء. اثنين، مش نقول لك اليوم ممكن مهندس مؤتمر سوسة هما لخيان هذو المناضلين هذو في نهضة تونس، والبجري قايد السبسي هنا بعلاقة بالعائلات السياسية،
اليوم نشوفوا كلينتون في أقوى الديمقراطيات في العالم، في تونس في أقوى الديمقراطيات، هيلاري كلينتون، بيل كلينتون وعائلات السياسية، بوش مش ندافع اليوم على حافظ، حافظ قائد سبسي هو قيادي في النظام، وهذا ديما قلناه، لكن ما نجمش يكون في الصف الأول، وهذا رأي وقلناه قبل ونقوله تو، ما بدلتش مواقفي. لكن اليوم هو في تونس نجيب الشابي، عصام الشابي، عديد سمير بالطيب ومحمد علي بالطيب، الطيب العقيلي وآخرون، محسن مرزوق، سرحان مرزوق، هذه العائلات السياسية موجودة في الأحزاب الكل، هذه تقاليد ممكن في السياسة في تونس. لكن أنا نقول لك سي معز، اللي الباجي قايد سبسي وإقالة رضا بالحاج كمدير ديوان الرئاسي، ونقول إقالة مش استقالة، والناس كل تعرف اللي هي إقالة ما استقالة، متابعين للشأن السياسي، كان حملوا مسؤولية فشل مؤتمر سوسة، لأنه اعطاه وقتها كمدير ديوان رئاسي، وذا قلنا اللي الحزب هذا ومؤسسة الرئاسة أنذاك اتهمناه هو شخصيا سيدا كونه خلى مؤسسة الرئاسة واستعمل مؤسسة الرئاسة لعقد مؤتمر سوسة واجتماع القيروان واجتماع جربة و و و و و وقت اللي فشل مؤتمر سوسة في المخرجات، وبعد ما عين هو اللي عين وجماعة جبهة الإنقاذ اليوم أعطاه الحزب الحافظ قايد سبسي، وشاهد رئيس الجمهورية مخرجات مؤتمر سوسة، من أسباب إقالة رضا بالحاج هو نتائج مؤتمر سوسة. الموضوع هذا نحب توضيح، كان بإجازة بالله حفظت عليه، حفظت على قول الحقيقة هذه تقريب تو قريب يولي دورة العام، وتوا باش نقولها، ما ثماش حاجة صارت في الحزب مش يطرز فيها السيد الباجي قايد السبسي، كل ما عمله أنا موافق، موافقني في الإقالة، أنا موافقك، لكن مانيش موافق في النتائج، نتائج مؤتمر سوسة مش موافقني، لا لا مانيش موافق في كيفاش تطورت الأمور، تعرف بالتليفون لحظة بلحظة، ونعرف اللي يكلف مدير ديوان وأنه يساعد في إيجاد التوافق، لكن التوافق بتوصية خميس قسيلة ما يطلعش، فوزي اللومي ما يطلعش، نبيل القروي ما يطلعش، فلان يطلع فلان ما يطلعش، هو يقود في العملية، لكن طلعت في الأخير، لكن استنى نكلم باش يعتبروا خان، لأنه وسع التوافق رضا بالحاج، أكسات اعتبر ولده باش يغرق في المجموعة، وقال له هذا باش يصير القلاب عليه، هك طلعت الناس اللي باش ينحيوه ويطيروا، وفكتيفمون عاقبوا من جملة الأمور ربما يكون السبب هذا. أما هذه حقائق الأمور، وإحنا اليوم إحنا بمسؤولية، معناتها سي خميس يتأكد إقالة رضا بالحاج مش استقالته، من أسباب نجم يكون مخرجات مؤتمر سوسة، خير بين هذا ذا وذاك، فمشى قدم للاستقالة. المهم هذا مش موضوع سي رضا بالحاج موجود، لكن شنو نحب نقول، نقول لك إحنا مسؤولين، والناس بمقاماتها، ونحترم المؤسسات. مع الأسف سي الباجي مرة أخرى دخل روحه في الموضوع هذا، وانحاز لابنه اللي قدمهم الكبير ويعرف 55 سنة، تقدم من جملتها ترشح ضدي ويعمل في السياسة ويدبروا روسهم. يعني هل الانحياز هذا من المؤسس واللي بكلنا أخلصنا إليه، لأن مخلصين، لأن عنا ثقة في زعامته لتلك المرحلة وذلك المرحلة الصعبة، اليوم ينحاز بهذه الصفة، لكن بكلامك يروجوا فيه بعض من ما نعرفش. أنا والله العظيم نسأل سي وليد في الموضع، في الوضع السياسي هذا، نداء ماكش في النداء، مشيت المشروع ما عادش في المشروع، أنا نحب نقول بخلاف أنك نفس السبب هو غياب التأثير الديمقراطي، لا لا بخلاف نفس الأسباب، لا لا بسمحني بخلاف أنك نائب ونائب شعب فيش حتى كلام، بخلاف أنك سياسي وعندك رأي في الحياة السياسية يعني، لكن اليوم ماكش في المشروع وماكش في النداء وماكش في حاجة، شنو مشروع باش نفهم أنا وقت اللي وين بالضبط، على خاطر ثم عملية قاعدة تقع بالموازات لكل هذا، للتخريب انت الحياة السياسية، لتخريب الأحزاب، ولتخريب كل مجهود
نتا تجميع حقيقي. نجاوب الاحزاب زي ما تخرب عنده ما يقول تخريب الكتل مازلنا مازلنا الايام القادمه. معز يزيد يجاوب في كلمه في دقيقه معروف تخريب الاحزاب وخذا الاتيكيت تاع تخريب الاحزاب في تونس معروفين. انا خرجت من نداء تونس في غياب تسير ديمقراطي ولليوم في نداء تونس غايب تسير ديمقراطي. وخرجت من حركه مشروع تونس في غياب تسير ديمقراطي لاني نؤمن بحزب في مؤسسات ديمقراطيه. هذا واحد. اثنين انا احنا حضرنا في اجتماع وقت مجموعه 32 نائب مع الباجي قايد السبسي رئيس الجمهوريه. وقالنا بالحرف وفي ممارساته عمره الباجي قايد السبسي ما انحاز لولده مباشره لكن استغل انتهازيه الناس اللي حاولوا. واللي يحب يتقرب للباجي قايد السبسي يلصق حافظ من انتهازيه المسؤولين اللي حاول حافظ قايد السبسي وعملوا ناس عملوا حافظ قايد السبسي وسيله للوصول الى احضان الباجي قايد السبسي. واضح وليد واضح. مشينا له رضا الباجي قايد السبسي. برهان شوف تاخذوا كلمه كلمه وننهيو الموضوع هذا. لا مش كلمه 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 اي كلمه اي كلمه 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 ما نحبش نصدم الخيال. قيادي في نداء تونس. لا لا قيادي لا. انا ما نحبش نصدم. ان شاء الله ما تكونش مخرب. مانيش باش نزيد على حتى حد وارجوكم ما تغشوش مني على كلامي باش نقوله. نخيل كل الحاضرين لهنا. اما راهو موضوع نداء تونس في تقديري اصبح على درجه من الضجر والملل يشبه تقريبا انا في ذكريات طفولتي درس بتاع جيومتري في الماتيماتيك. ما نفهم منه حتى شيء. بالنسبة لك أنت. بالنسبة لي بالنسبة للتوانسة الكل. عليه ندخلوا نعديوا في الوقت وأنا متأكد تقريبا في وسط بيبليك اللي قاعد نشوفه نتفحص في الوجوه بكريش قاعدين نحكيه أكثر واحد يعبر على الحكاية هو كل وليد هو قدامي عامل خفاش في مريولو اللي يضحك وشيخ ويحكي مع البنية اللي بجنبه. فريمون هو يعكس الوضعية الكاملة بتاع اهتمام التوانسة بموضوع نداء تونس. ياسر ياسر راهو حافظ ورضا ورضا وفوزي وفوزي ومنصف ومؤتمر سوسه ومؤتمر كذا راهو كمان يعني كان واحد يجينا يزورنا من كوكب اخر يقول شنو هي الحكايه هذه بتاع الحزب لا يجد اي فرق في عركه. هذه العركه تنجم تحصل في حزب يحكم تنجم تحصل في نقابه وكاله التبغ والوقيد تنجم تحصل في نادي الطوابع البريديه تنجم تحصل في اي بلاصه بدون اي مضمون سياسي. يا سي خميس انا نشوف فيك توا هذه مش بلاصتك يا سي خميس. انت نتذكر كنا نقراو عليك احنا تربينا الشبيبه في الحركه الطلابيه سي خميس واش عملت واش كذا وفي في الجامعه في نظام بن علي في علاقه بالواحد بالمنفى بالكذا عديد الرموز اللي قاعدين انا في تقديري الشخصي وما ترشوش عليها. هذا نداء تونس انتهى لقد انتهت اللحظه التي ولدت هذا الحزب. انتهت اللحظه. اش كانت اللحظه زوز فيها ما هو الحزب الذي باش نواجهوا به حركه النهضه والتوافق اللي مشيتوا فيه انهى شرعيه وجودكم. انتهى العباد مشات لكم فوتات. تذكر معز احنا قاعدين مع بعضنا في القهوه نهار لحد نهار الانتخابات باش نعملوا انت تقول لي كذا نمشي قلنا الله برا الفوت يوتيل يا خويا تعرفش عليها وين برا نداء تونس شكون عندنا في ريانه نعرفوهم احنا في ريانه كان عندنا علاقه بقائمه ريانه سي عبد العزيز قلت ما نعرفوا عد احنا وقت عرفناهم بعد مشينا كذا على اساس هذاك. اليوم انتم في توافق انتهى الموضوع مشي مشيك العباد على شنو. ثم العنصر الثاني إن لم يكن الأول الشخصية القائد المؤسس اللي هو الباجي قائد السبسي. العباد مشات من أجل الباجي قائد السبسي. اليوم الباجي قائد السبسي ما عادش رئيس حزب هو رئيس جمهورية. انتهى نداء تونس بالنسبة لي. توافقتوا مع النهضة والباجي خرج عن نداء بكل بساطة الصيرورة بكل طفولية المشهد وبساطة التحليل. أنا في تقديري اليوم راهو اللي قاعد حاصل مش معقول. راكم تخسروا في علاقاتكم الشخصيه مع بعضكم. راهو هتك اعراض ولا اشاعات طعن في الظهر سكيكن وكلكم عند الحق في بعضكم. المساله لا معناها سامحني يا استاذ معناها لا هي قضيه هياكل في الجهات لا هي قضيه الوطن قبل الاحزاب. هذه المسائل ما عادش جد على التوانسه في الحكايه هذه. هذه حسبه من لجنه السلطه وهي حسبه شرعيه نتعاركوا من لجنه السلطه لكن ارجوكم العركه الان
بلغت درجة من القاع أصبحت عركة مضحكة، العباد تضحك، لا فيها عركة من أجل البرامج، لا عركة من أجل التصورات، لا عركة عقائدية فكرية، لا عركة بين جناح اليسار وجناح اليمين، لا عركة بين حد يحب يهز الاقتصاد، الاقتصاد يرجع الدولة ودورها المركزي فيه، والآخر يحب اقتصاد ليبرالي، لا عركة بين الجناح نتاع الإنقاذ يحب يخصص الشركات هذا هو الحل لإنقاذ الاقتصاد البلاد، وجناح سي حافظ قائد السبسي يقول لا الدولة يلزمها تقعد على رأس الشركات، وهات نتعاركوا ونتخابطوا، عركة بمضامين تطور وعي التوانسة، تقدم لهم تخلي هالشبيبة هذه تهتم بالسياسة وبالأحزاب. اليوم أنا أعتقد في ظل هالوضع الكراكوزي، وضع كراكوزي شنو يا أخي اللي قدمته كاميرا حسام كل عام في اللاك، شنو هذاك؟ شنو سامحني يا أستاذ، أنتم كنتوا راضين على المشهد هذاك بتاع اللاك وقت اللي تلميتوا كهيئة سياسية، خميس قسيلة ديجاج، عمار بزور ديجاج، حمادي درشكوري ديجاج، سيدي الكراكوز اللي حصل لذي. أنا من وقت هذيك لحظة فارقة ما عادش فهمة، أنا نيدي تونس وأنا مقر لاك وأنا كذا، والكلام هذاك اللي كنا نسمعه فيه هو يا رضا وهز كلامك واستقيل وكذا، والشيء اللي تقال على أخونا حاف، أعتقد أنه حفاظا على ما الوجه فما ناس راكم بتاريخكم راهو راهو بسيرتكم وراهو اللي حققتوه مش سهل. أعتقد اليوم أعتقد أن هذه صفحة نداء تونس يلزمها تطوى وتمشي العباد للتفكير في تأسيس جديد، لأنه كما قلتوا الطبيعة تابع الفراغ، وأنا لا أرى في المشهد إلا حركة النهضة، وحركة النهضة تسير وهي لا تريد أن تسير للسلطة، وهذا مأزق تونس السياسي. حركة النهضة اليوم هي الطرف السياسي الوحيد السلطة أمامه جاهزة، كما قال يحكي وقتها لينين على السلطة يعني تتجول في شوارع بيتسبورغ وتنتظر من يقتطفها. حركة النهضة الوحيدة قاعدة تلعب وتشاهدها كالراقصة، السلطة ترقص لها وهي ترقص للسلطة، ولا تستطيع أن تمسك بها، لأنها تستطيع حين أن تمسك بها أن يكون ذاك حتفها. وهذه دراما متاع تونس، وهذه دراما الحياة السياسية اليوم، النهضة الوحيدة الموجودة، لكن يلزم اليوم تبحثوا على تأسيس جديد للتوازن. أعتقد هذه صفحة حان الوقت وليت صفحة مضجرة مملة مفادة، يعني تسيء ليكم يا سي خميس راي وتسيء طارق. للجميع طارق واضحة كلمة قبل طارق. 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 كلمة برك كلمة برك أنا حبيت نقول لك كل ما قاعدين نعملوا فيه للإصلاح والإنقاذ احنا واعيين بالعملية هذه، ولابد من تأسيس قطب حقيقي متأسس على الديمقراطية على المؤسسات، باش مش يعمل التوازن كيما عملناه وبعد يتكسر، باش نضمنوا ديمومة هذا التوازن واستقرار تونس بمضامين بطبيعة الحال بمضامين. ونخاف من اللهجة هذه تكره الناس في السياسة وما نجموش بلادنا ننقضوها بلاش عمل سياسي وبلاش قياديين سياسيين، بالعكس لابد أن نستحفظوا باش نخليه معنويات شعبنا راهي. نحكي لك على النداء، النداء ما يسالش نقوله المرحلة جديدة إذا كان تأسيس جديد في تونس نخسر ميزان القوى متاع التنمية متاع الاقتصاد متاع المال، أما إذا كان خسرنا ميزان القوى المعنوي باش نواجه هالعملية هذه كل واضح. سي خميس سي طارق طارق بعجالة سي مؤز، هو الشأن الداخلي لنداء تونس لا يعنيني صراحة وما نجمش نتفضل، لكن يعنيني كذلك نداء تونس باعتباره الحزب الحاكم، الحزب اللي صاير في دولة بالدولة والثابت عندي هو كيجيب حتى معجم يعني ولا منجم ما عرفش شنو يصير داخل نداء تونس، هذا شأن داخلي ثابت عندي أنه النداء أصبح نداءات والقيادة أصبحت قيادات، وفما قطيعة مع الناخبين، وهذه نحسوها عند المواطن التونسي في خيبة أمل كبرى، لأنه افتخر بالإنجاز الكبير العظيم اللي تعمل في 2014 بين الانتخابات، لكن سرعان ما أصرح اللي عمل عليه تلاشى من مخيلته. لكن ثم كلام خطير سمعته اليوم ما نجمش يتعدى، يجب نذكره به، يعني ثابت أن رئاسة الجمهورية تشتغل على حزب نداء تونس أكثر من أنها تشتغل على قضايا البلاد. سي بوريان هذه حاجة خطيرة، لحظة بلحظة يتبع في مؤتمر سوسة، لحظة بلحظة يقبل في كتل يعني في شقوق، وهذا هذا رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين والتونسيات. احنا موكي تستقالوا خمسة شبيه ما عيطناش، شبيه ما تبعناش احنا لحظة بلحظة في الاتحاد الوطني الحر، شبيه ما تبعش توا اللي صار في حركة مشروع تونس. خطير سي معز اليوم، اليوم انا اطلب كل لطف من السيد رئيس الجمهورية ان ينأى بنفسه، رئاسة الجمهورية هي لكل التونسيين والتونسيات، شأن استقال من الحزب بقى رئيس شرفي، خلي شأن نداء تونس، وراهو احنا ما نفرحوش اللي صاير في نداء تونس للأمانة كأحزاب سياسية، ما نفرحوش اللي صاير لنداء تونس لأنه أثر على وضع اللي فيه بلادنا اليوم. اليوم كان بقى نداء تونس صلب وموحد ما كانش توصل الوضعية كما هك،
يعني هذا اللي حبيت ندخل فيه واضح. اما شأنه الداخلي فلا يعنيني صراحه. سي طارق الفتيتي سي شكرا عادي شكرا لحضوركم معنا في التاسعة مساء. انهينا الجانب السياسي باش نتحدث على فتاة القاصر التي اجبرت مش اجبرت هي راضيه بالزواج بحكم قضائي في من سيرش ما عادش عندنا وقت عندنا ضيوف اخرين باش يدخلوا تنحكيوها نكون نهار الاثنين نرجعوا نحكيوا على الجبهه. ناخذوا فاصل قصير ثم نعود.